بسمة صباح، مسلسل إذاعي من إنتاج مؤسسة روزانا للإعلام. بطولة يارا صبري، إياد أبو الشامات، فدوى سليمان، حلا عمران، ورامي فاضل. المنتج المنفذ إياد شهاب. الإشراف الفني هيثم حقي، والعمل من إخراج لينا الشواف. بسمة، يا بسمة، موبايلك عم يرن، ردي. ايه هي عمتي سعاد، ماني طايقتها. ما بصير، ردي شوفي شو بدها. ما بدي. ها سكرت الحمد لله. يعني بتعرفي عقلاتها لعمتك، ردي وسايري بتضل عمتك. ايه بدي اتبرى من هالنسب. والله صايرة عنيفة. ايه ما عاد بدي ساير حدا على حساب اعصابي. لك الى عين تتصل بعد ما قهرتها لامي؟ يعيب الشوم بس. ايه بس كمان لا تنسي يعني انه هي بتساوي اطيب فتة مكدوس بالعالم كله. ايوه انت هذا همك. ولك اخ على همي يا بسمة. يلا انا نازل على البيت الجديد، بدي يجي الكهربجي، بلكي مسكن بعد يومين، بعدين احتمال اتأخر شوي، بدنا نقعد انا وابو دياب وهذا العميد صفوان. كارثة والله، كان لازم نشوف مين الجيران قبل ما نستأجر. ولا هذا الشبيح التافه جميل كان ناقصنا لأنه. بسمة حبيبتي، نحن هلأ صرنا بنص الشام، هون مضطرين نشوف كل الألوان. المهم بدي منكم كلكم تسكتوا، مو تنبحتوا بالحماس وقت تصير شي قصة. أوكي رح ننكتم. بس ما فهمت أنا، هذا العميد شو؟ ولي أمر الحارة يعني؟ يعني عم يحاول يفرض هيبته، بس انبسطت أنه مسح الأرض بكرامة هذا الشبيح الجميل قدام كل العالم. يعني كمان هي إشارة أنه هو حابب يفرض جيرة توافقية. توافقية؟ ليش عرف عننا شيء؟ أكيد يعني بتليفون صغير بيسأل عنا وبيعرف كل ملفاتنا، مشان هيك خلونا نمشي من الحيط للحيط ونظهر لهم قديش نحن محترمين. طب ما فهمت أنا، هو عميد بشو؟ بالجيش؟ أمن أمن أمن، بس ما عرفت أي فرع. ولي يعني رح نقعد بحضنهم يا حبيبي. هلا المهم أنه علاء نفد من وشهم، كنت ميت رعبة إنه يعلق معهم ويعفطوه. معك حق، خبره إذا رجع يزورنا يجي متنكر أو بالليل، يعني يدير باله. هلا شوفه بالأول، كمان هذا الشاب بيضل مخوفني عليه من تهوره. يلا أنا نازل على السيارة، لا تتأخروا. ما يا حبيبتي، انتي بس نقعي الرز وانا بجيب طبخ الطبخة. ما تاكيها، انا رح اطبخ كل الطبخ، خدوا وقتكم وبترجعوا بتلاقوا كل شي جاهز. لك يسلم لي الرايق اليوم. ماني رايقة يا طنط، من جوا عم بغلي غلي، بس ما عاد استرجي جيب سيرة يزن قدام اهلي. ماني فهماني هالكراهية اللي نزلت عليهم، شو عملن يزن يلي كانوا يموتوا عليه؟ لا يا روحي، مو صح اللي عم تفكري فيه، اهلك مقهورين عليك كتير وعلى يزن كمان. بس بصراحة يعني ابوكي فتصرف معك وسفره المفاجئ وما اتصل فيكي لهلا، خلى عندهم يعني شوية شكوك. طنط يزن كان معتقل، يعني ما بعرف شو ظرفه وقت اللي طلع. طولي بالك حبيبتي الا ما تبين الامور عن قريب. شو عم توتوتوا انتو الاثنين؟ سر بيناتنا، عندك معنى؟ لا آسفة أنا الحشورة. يلا الليلة جاهزة، صباح تحت بالسيارة رح يوصلنا على طريقه. بابا رايح على البيت الجديد؟ إيه لسه في شوية تفاصيل عم ينهيها. بلكي حبيبتي إذا صار لك وقت بالضبط بكم غرض احتمال نتحرك من هون بعد بكرة. يا الله خلص بدكم تتركوني؟ لك إيه هلأ امشي رح ترتاحي مننا. قلتك.
ألو، صباح الخير حازي، مبكر. فيقتك يا كسلانة، قومي، صار الظهر، قومي. عفي، شلونك؟ أنا ماشي الحال. شو بدي لك نانا، قدرتي تجمعي شوية غراض مشان الإغاثة؟ ايه جمعت كمية منيحة وفي مصاري كمان، بس بدي أقلك على شي، ماني حابة أقابل العالم، يعني ما بدي يكون أنا بالصورة. إيه لا تخافي، هدول ما بيعضوا، هدول ناس مساكين. ما هاد قصدي أخي، أنا ماني مستجمة مع عقلهم، ماني مرتاحة، فهمت قصدي؟ براحتك، ولو أني كنت حابب أنه نكسر هالقصة ونتعامل بحيادية، القصة إنسانية وبس وما فيها مواقف. إمتى بتحب سلمك الغراض؟ رح أحكي مع مايا، هي حكت مع رفقاتها ورح نعمل خطة للتحرك. أساساً بعد شوي جاي لعندي سهيل كمان. سهيل؟ شو جاي يساوي؟ ما قال لي. أنا قلت له يمرق، بدي حاكي بموضوع. مري إذا فيكي، بعد شي ساعة تقريباً. طيب امرأ، وبجيب معي شوية أغراض. شكرا يا أميرة. يا ريح عيشك، على فكرة أنت واحد مقنع وفظيع، عم تغلبني بحكياتك. دبلوماسية. يلا باي. يلا باي. الشمس مرايه والقمر رفيق وجمالك وعلقك حبيبي مايا حبيبتي، ضيفيني على سكايب. انا ابو احمد. مين هاد ابو احمد؟ معقول ضيفه على سكايب؟ بركي كان شي واحد من الأمن. معقول يكون أبو أحمد تبع عربين؟ منين عرف اسم حسابي؟ بعدين هاد ما بيقول لي مايا حبيبتي، بيقول لي أختي مايا. طيب رح ضيفه لشوف مين هاد. ها هاي إضافة. أهلين أبو أحمد، ممكن تعرفني على حالك لو سمحت؟ أنا أبو يزن مايا حبيبتي. أهلين؟ أهلين عمو. ليش عامل اسمك أبو أحمد؟ اضطريت مايا حبيبتي، بعرف قديشك زعلانة مني، وحقك تسكري بوشي. لا لا عمو، ولو بتمون أنت مثل بابا. سامحيني حبيبتي، سامحيني، قسيت عليك كتير. خلص عمو، ولا سامحتك. كيف صحتك؟ ماشي الحال ماشي الحال، أنا منيح. أنتو كيفكم؟ الحمد لله. أنتو بأمريكا؟ كيف جبت حسابي على سكايب؟ مو صعب، كأنك لهلأ ما سألتيني على يزن. يزن؟ أكيد أكيد. كيفه؟ هو يلي عطاك سكايبي؟ قاعد جنبك شي؟ عمو أبو يزن، شو في؟ شو في؟ شو في عمو؟ يزن في شي؟ ايه ابو حسن؟ طب على اساس انه اجي لايك بالبيت، هيك متفقين؟ الله يرضى عليك ابو حسن، بدنا نخلص البيت بسرعة. على حاجة الصحناية. وشو طالعك لهونيك؟ ايوه طيب سيدي، طيب الله ييسر لك، انا ناطرك بالبيت. الله معك، مع السلامة مع السلامة. اوف كارثة الحواجز. طلع امبارح لبيت حماب صحناية، وعلى الان من 3 ساعات، كان لازم نكون خالصين الكهرباء بالظهر. الله يجيرنا من الاعظم، الله يجيرنا من الاعظم. اي أيوة والله. هيا هو يا ابو دياب، صب صب. مرتي بعتت معي ترمس، شايف شو حبابك؟ على سلامتكم، والله قلبي فرح فيكم يا دكتور صباح. ابو دياب لا بقى تقلي دكتور، انت بمقام والدي، خليها صباحها، اتفقنا؟ كلك ذوق. ايه والله. هات لنشوف شو قصته هذا العميد صفوان، احكي لي قبل ما ننزل نشوفه. ايه اللهم صلي على النبي، هذا عميد بالامن السياسي، ويشهد الله ما شفنا منه زاحله،
بالعكس دايما بيتدخل وبيكسر له عينه لجميل. طيب والازعر جميل شو قصته؟ لك هاد اجى نازل هو واهله من المعظميه وشكله كاين هنيك داسوس بيسلم العالم، يعني عوايني حاشاك. يخرب بيته. ايه ايه والله، اول ما وصل كان بيعرف واحد بالحاره، ساعده استاجر محل بيعبي وحدات. ايه وكلنا شفقنا عليه وساعدناه، قام طلع واحد وسخ ومستشرس بالحاره وصارت حاره ابوه. وكيف هيك؟ يعني ما في حدا يوقفه عند حده؟ والله جربنا، كل ما حدا بيحكي معه كلمه بيكتب فيه تقرير. الله لا يوفقه. طيب وهذا العميد شو؟ يعني سامح له يعمل هيك مع العالم؟ مو على اساس بهدل قدامنا؟ يعني لا تواخذني، لو بدهم يشيلوه من هون كانوا شالوه، بس بالاخير بيلوفوا على بعض، مصلحتهم. والله معك حق يا ابو دياب، يعني شو بدهم احسن من واحد يقدم لهم خدمات مجانا؟ مو مجانا، عم يقبض ما فتح ورزق. اساسا انا شاكك انه هو ورا قصة ابني شهاب. ابنك شهاب؟ هذا الصغير دياب عايش برا. ابني الصغير شهاب من 6 أشهر. لك ابو دياب شوفي. ابو دياب مشان الله لا تبكي قدامي، والله ما بتحمل. قلي شوفي. رجاك افتح الكاميرا خليني اشوف عمو. الله يخليك. مو هلا حبيبتي، مو هلا، بوعدك بعد كم يوم بس حس انه صار احسن. ما بدي اياكي تشوفي بهالحاله. ليش يا ربي؟ ليه ما خليتني اشوفه قبل ما تسافر؟ ليه؟ كنت خايف عليك يا مايا. ديري بالك على حالك، لا بقى تساوي شيء. اذا بتحبي ليزان وعديني انك ما بقى تعملي شيء. بدي اجي، بدي اشوف ليزان، بدي اكون جنبه، بدي اكون جنبه كل العمر لو كان شو ما كان. عمو افتح الكاميرا. بوعدك إذا الأمور صارت أحسن رح أحكي مع أبوكي وأمن لك فيزا تجي تزوري وتقعدي معه، يمكن وجودك يساعده يتحسن، بس أهلك أكيد ما رح يقبلوا. أما أنا مو صغيرة، بدي أجي لعند يزن، بدي يزن، بدي يوه. اهدي حبيبتي وادعي له، بكرة برجع بحاكيكي. إذا حسيت إنه يزن صار أحسن بفتح الكاميرا وبخليك تحاكي. طيب 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 طيب. عم يخطر لبالي انشر الموضوع، موضوع يزن، وفضح الدنيا، بس دائما خوفي عليك وعلى رفقاتك عم يمنعني من هذا الشيء. طيب بس لي اياه، بس لا يونوش بينو عمو. اكيد عمو اكيد، انتبهي على حالك حبيبتي، سلمي لي على اهلك وخاطرك. يا امي عليك يا حبيبتي، عليك يا حبيبتي. امشي الفوت بهالحارة اروق شوي. ما قلتي لي شو مشان قصة سهيل؟ بده يتجوز هو ونانا، رح توافقي؟ لك مو اما للمحروسة بدها تجي تزورنا؟ لكن ليش استعجلت انا مشان نجيب طقم كنبايات؟ المحروسة؟ لك شكلك بلشتي تعملي حماية من هلا. بس ما لا والله مو هيك، نانا بتحب سهيل، بس بصراحة انا هدول الزناجيل ما عاد عندي ثقة فيهم ابدا بعد قصته لابو يزن. طيب برأيك لما اتصلت اما فيكم مو لانه حابه تقربوا من بعض؟ هلا خطوه لطيفه منها، بس لسه ما عندي ثقه. بعدين انا بعرف كيف ابني طقوا في وزاته فجاه وصار بده يتجوز وهو لسه بده فت خبز كتير. ايه انتوا تجوزتوا بعمره؟ الاهل دائما عاقلين. بس ما ليكي كانه هذا الطقم منيح اكابري. ما ايه والله ما بو شي، تعي شوفه. مرحبا. أهلين يا خانو. هذا طقم الكنبايات بقديش؟ 50,000. إيه 50؟ مستعمل 50؟ والله يا أختي مثل مو شايفة، جديد خلنج هذا. عندك غيره أرخص شوي بيكون ماشي حاله؟ هاليومين احتمال يوصلني شوية طقومة من حمص. شو؟
هدول لطقوم من حمص؟ إيه شو نسوي؟ البضاعة هيك عم توصلنا ونشتريها. يعني هدول مسروقين من بيوت العالم ما؟ أكيد. ولك ما عيب عليكم عم تبيعوا بضاعة مسروقة؟ شو بكي أنت وياها؟ أنا شو خصني؟ شو عرفني إذا مسروقة ومبطخ؟ حلي عني أنت وهي بطلت أبي، حلي عني. إيه بالناقص، نحن ما عاد بدنا نشتري، حرامية. بزمتي لأشكيكم لجماعة الحاجز، شكلكم تبعات الحرية أنتو، استني لقلي. امشي امشي بس ما، امشي بسرعة. إيه خليه يشكينا لشوف، بدي طربق له المحل فوق راسه. لك امشي بسرعة، شكله مجرم، ركدي خلصيني. العمى بعيونه، ليكي راح باتجاه الحاجز، قولي ركدي. ما تركت واسطة وفتيت عملة ليوم العملة، ما حدا حسن يجيب لي خبر عنه. والله لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. شاب شب حليوة، زقرتي وقبضاي، بس الولد متهور، صار يشارك بالمظاهرات بالسر، ويا ما قلت له إنه يا ابني كرمال النبي نحن مالنا بهالقصة، ما حدا بيرحمنا. والله زعلتني يا أبو دياب، زعلتني كثير. الله يحرق قلب اللي حرقه قلبك على ولدك. هذا العميد صفوان يوم اللي سكن بالحارة من سنة، بس صار له سنة ساكن هون؟ ايه مستأجر هو مو ملاك، واستغربنا انه يسكن هون. يعني هيك واحد بيحسن يسكن بالفيلات الغربية بالمالكي بتنظيم كفرسوسة؟ مفهوم مفهوم، بيوتهم صارت خطرة، عم يتغلغلوا بين الناس العادية مشان تضيع الطاسة. ايه حكيت له بركض انه بيقدر يساعدني، والله وكيلك جبت له هدية محرزة، جرب وتطقص وكذا وما حسن يوصل لخبر عن الولد. آخ شو بده يتحمل هالقلب لحتى يتحمل؟ لو أحكي لك أنا كمان بشو مرقنا بقصص بهي السنة. عندك حدا من ولادك معتقل وما بعرفه؟ أخذوا بنتي مرة وابني انخطف وفكيناه بفدية مليون ليرة، وأنا ومرتي استدعونا وهددونا وقلعوا لمرتي من شغلة. لك إيش بدي أحكي لك؟ هلا أنتم من شيات الحرية دكتور؟ آخ على السؤال يا أبو دياب. قوم أخي قوم، قوم خلينا ننزل نشوف سيادة العميد، صار موعدنا. قوم استنى، كرمال النبي هدول بيزلقوا العالم بالحكي، سبنا الحرية إذا ذكرها قدامك، الله وكيلك هدول بيقفروا الواحد من عيونه. ايه رح سب، ما بدي سب، رح سب الحرية ورح أقلع عن أسلافة كمان. امشي يا أبو دياب امشي. وليه الله يلعن أبوه، قطع نفسي. لك يخرب بيته، إجري لزقه بضهري. هلأ شو نساوي؟ ما عاد فينا نرجع على السوق، لك لازم لاقي طقم الكنبايات اليوم. على هالحالة كل السوق أغراضه مسروقة، ما لنا غير نلاقي طقم جديد، بركي بيقبل تقسيط. لا لا ما خرج، لازم نرجع على سوق المستعمل. لك شو نرجع؟ بتكونوا لاطين لنا هونيك. شو رأيك نعمل مثل ما كنا نعمل بالمظاهرات؟ شو كنا نعمل؟ نرفع شعار اسقاط النظام يعني؟ لك لا لا، نتحجب ومنخبي وشنا. يعني بدنا ندفع حق مانطويات ومناديل هلا؟ ما بيمشي الحال بإشاربات عادية، ولا قلتك حفظنا هالحقيب؟ معك حق، المنطويات حقهم 5000 ليرة على القليل. بس ما بيت أهلك ما في شي طقم خرج؟ معقولة كله راح بالتفجير؟ يي ما بعرف ليش عم انسى هالقصة، مع أنه مايا ذكرتني هديك المرة. فعلا غريب ليك عم بنسى؟ لأنه عقلك الباطني رافض الفكرة، لسه عندك خوف من الروح على هداك البيت. ايه والله، بس استرجع لحظة التفجير برجع برجوف. بس امشي امشي، خليني اكسر هالخوف، وفي غراض للمطبخ لازم نجيبها. تعي تعي نوقف تاكسي من هون دقيقة لشوف سهيل شو بده عمرين. ألو ماما مرحبا. ايه ماما سهيل، ايه شو حبيبي؟ وين مايا؟ نزلت معكم؟ مايا؟ تركناها بالبيت. انت وينها؟ انا بالطريق رايح شوف حاتم، بس دقيت على البيت وعلى موبايلها ما رديت، كنت عاوزها بشغلي. كيف يعني ما رديت؟ موبايلها مسكر؟ لا عم يرن بس ما عم ترد، قلت بلكي معكم بالسوق ما عم تسمع التليفون بالضجة يعني. لا تركناها بالبيت، نشغل بالي هلأ. لا لا خلص لا نشغل بالي، بلكي عم تتحمم. عادة بتفوت موبايلي على الحمام. لا تقلق بلكي مون، يا
يلا باي. باي. معقولة مايا نزلت من البيت؟ وعدتني تساوي الطبخة. ما بعرف. لعب الفار بيعدي خلينا نرجع. مو قلتي حتروحي عبيت أهلك لنشوف الكنباية؟ بالأول لازم أطمن على البنت. امشي الله يخليكي ليلى. ما معقولة شو بتقلقي بسرعة. ما في شي إن شاء الله. ها طولي بالك هي عمر نلا. شو رديت؟ عميرن ما عم ترد. أكيد عم تتحمى. ما بدي خمن. امشي بسرعة نرجع يلا. اهلا اهلا بالدكتور صباح. اهلين فيك سياده العميد. وانت كيفك ابو دياب؟ الحمد لله سيدنا الحمد لله. والله مو نسيانه لابنك بشرف. كل يوم عم اعمل عنه بحث بالفروع. اي وين بده يختفي يعني؟ كتر خيرك والله بعرف انك ما بتقصر. واجبنا ولو. والله وانا مبسوط منك انك اجرت الدكتور صباح هالبيت. هيك بدنا جيران اكابر. ايه هذا من زواك سياده العميد. شكرا. بدي اقول لك دكتور صباح هذا الازعر جميل. اذا بترف عينه عليك نرف بس. ها بس بتخبرني فورا. والله ابي هون علي يزعج كل هالازعار. كتر خيرك كتر خيرك. يعني بعتقد انه بعد ما حضرتك بهدلته ما عاد يسترجي يساوي شيء. العمى في عيونه العمى. اشفقنا عليه وقلنا له دير بالك على الحاره مشان ما يفوت حدا مشبوه. قد اخذ وجهه وكتر وفكر حاله زلمه. كانه كتراني هالحالات. يعني في شباب عم تطلب منهم الدوله يساعدوها. يعني عم يكبر راسهم شوي على الناس. ايه ايه والله مزبوط هالحكي. بس ما تخاف نحن بنكسر راسنا وقت الزو. هي اكيد اكيد طبعا. انا سالت عنك دكتور صباح. ايه يعني طبعا ضروري تعرفوا مين جيرانكم. وعرفت شغلي مهم كتير عنك. خير؟ عرفت انك لاعب ماهر بالشطرنج. ايه طبعا. بدي اشوف اذا فيك تواجهني. لا لا بس اكيد رح تغلبني. بنشوف بكره. بس تسكنوا الي عندك كاس ويسكي وصحن فستق حلبي وبنحطها شطرنج على سطيحه وبنقعد وبنشوف مين بده يغلب الثاني. ايه طبعا اهلا وسهلا. بتشرف سياده العميد. بس يعني اكيد ما بقبل كاس ويسكي لحاله. هيك بدنا صحن تبوله وكبه نيه. لا حودي صار بدي كاس عرق. معك حق. شكله سياده العميد على الاصول. على الاصول. وبحب كل اللي بيعرفهم يكونوا على الاصول. فهمت علي دكتور؟ ما هيك يا كيفك حزين؟ اهلين سهيل نورت. تفضل. شكرا. كيف الشغل؟ الحمد لله بس ناقص وجودك. ما فهمت. انت مو كنت عم تدور على شغل؟ ايه قصدك انا بحاجة لشب فهيم مثلك بالالكترونيات. في عندي هون بيع قطع وموبايلات مثل ما انك شايف. فقلت لحالي ليش ما بعمل قسم صيانة. شو رأيك؟ يعني انت فكرت بهالشي خصوصي كرمالي لاني عم دور على شغل ولا شو؟ لا مو هيك القصة. فيك تعتبره طموح لتوسيع المحل والوارد بيكون لك مع نسبة عمولة للمحل. هذا بزنس. انه انت صحيح عم تدرس طب شو جابك على هالمصلحة؟ هذا المحل اهلي. قلت بستثمره بشي مريح وبمول دراستي وفي 10 شباب غيري عايشين منه معيلهم. تعرف شو؟ تعجبني كتير يا حازم. انت واحد عملي وذكي بصراحة انا حبيتك. خسارة انه يزن ما عرفني عليك من زمان. اخ يا خسارتك يا يزن. مايا لهلأ ما حست على شي؟ مايا عم تدوب ومو قدراني نخبرها. شو قلت سهيل مشان الشغل؟ طيب رح فكر بالعرض ويعني بكل الأحوال لازم رتب وقتي وبخبرك. تمام ومتأكد انك رح توافق. انا مبسوط فيك كتير. مايا ما انا بالحمام. ايه ليكي منظر المطبخ كيف شكلها تاركة كل شي فجأة ونازلة. شو اللي بده يخليها تترك وتمشي؟ معقول حدا حاكاها من رفقاتها صاير له شي؟ لا يكون نزلت تشارك بشي مظاهرة او شي نشاط للثورة. ايه ما معقول ما تخبرني لو تشفير على التليفون. بتكون خافت تمنعوها تشارك مثلا. لا 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 في شي صاير معه. رح احكي مع صباح. لا تشغلي له باله انتظري شوي بركي هلأ بترجع. بدي كسرنا راسة اذا بتكون نزلت لشي نشاط للثورة. انا وعدت صباح كربجة خاصة بعد قصة يزن. هلأ ترجع بالاول بعدين كسري راسة. ليش حاسة انها مو راجعة؟ لك ايه لا هيك كل من قالت. هلأ انت وياها شو كنتوا عم تهمسوا الصبح وقلتي لي سر؟
في شي ما لازم أعرفه؟ كانت عم تحكي عن يزن وإنه صارت تخاف تجيب سيرته قدامكم قد ما لكم كرهانينه. متضايقة كتيري علي. خوف يا الله، تعبت يا ليلى تعبت، ما عم أعرف كيف بدي ريح لقلب لهالبنت. كيف؟ جميل جميل جميل. هيك جميل حاف؟ بتقلي معلم جميل. كنا عند سيادة العميد وقال انه لازم تعتذر من الدكتور صباح. ايه شو عليه؟ سيادة العميد معلمي وبمون على راسي. نعتذر منك دكتور، ولك مني 50 وحدة لجوالك هدية. اسمع يا شب، نحن جايين نسكن وما نحبين يصير مشاكل من اولها، وعلى كل حصل خير. نفتح معك صفحة جديدة. ايه بنفتح صفحة ودفتر وشبابيك كمان، رح تنبسطوا كتير بالحارة. عن اذنكم. الو، ايه بسمع، شو بصوتك؟ مايا؟ خير؟ طيب بلكي راحت لعند الشرفيقة؟ ما عم ترد على موبايلها؟ طيب 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 شوي تاني بحاكيكي. ابو دياب انا طالع على البيت، بيكون الكهربجي صار فوق. ايه الله معك دكتور، انا بالبيت لو اعتزتني. بدك شي جميل؟ بدي سلامتك ابو شاب. لا 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 خربطت، قصدي ابو دياب. يلعنك واطي. شو عليه؟ انا انجبر ينكسر راسي واعتذر من هيك واطي؟ شو عليه؟ الايام بيننا يا ابو دياب الزفت انت ودكتورك. اذا ما طفشتك من الحاره ما اسمي جميل. صارت الساعة 6 يا جماعة، ما معقول نضل مكتفين وقاعدين ناطرين هيك؟ بسمة، أكيد مايا ما راح تتشارك بشي مظاهرة أو شي اجتماع؟ يعني معقول أكون بعرف شي بضل ساكتة؟ لأنه بعرفك بتتستري عليها بهيك قصص. صباح، مالي نقياني نكشها، انزلوا ندور عليها بالمشافي، أنا ما عاد فيني أصبر. بعيد الشر، هلأ بتجي، طولوا بالكم شوي. لك صار لأكتر من 6 ساعات؟ خايف يكون صاير معها شي أو حاكي شي ومعتقلينا. لو معتقلينا ما بيضل موبايل عميرن. ما شرط، ممكن تكون كاينة مع مجموعة ولقطوها لحالها وعم يراقبوا مين بيتصل فيها لحتى يلقطوا الكل. يا ربي يا ربي، الله يجيبك يا مايا. أنا نازل دور بالمشافي، تعا معي سهيل. حازم شكرا انك رديتي علي مايا. لأنك رفيقي إذن هو الوحيد اللي بتحبه. أكيد بحبه. أنت وين؟ أهلك جانين عليك حرام؟ أبوك وسهيل نزلوا يدوروا عليك بالمشافي. ما بدي أشوف أهلي لأنه ظلموا لي. طيب طيب بس قولي لي أنت هلأ وينك لاجي أخذك؟ صارت الساعة 10، ما معقول ضلي لحالك بهالوقت. أنا قريبة على محلك كتير. يلا ناطرك. يلا الله يخليكي، ما تضمي. ألو، إيه حازم؟ خالي ردت علي مايا وهلأ جاي لعندي على المحل. وينها؟ وين كانت؟ صاير لشي؟ ما قالت، بس اطمني هلأ بتجي وأنا بجيبها لعندكم. الواضح إنه متأزمة كتير مشان يزن. ليش؟ صاير شي جديد؟ شو قالت لك؟ وليش أنت ردت عليك؟ حاسة إنكم ضده وظلمتوا له يزن، متأزمة كتير بس ما عرف التفاصيل أكتر. فاتت على المحل، يلا رح سكر. يلا عن إذنك خالي لا تاكي هم. مرحبا. أهلين مايا، ارتاحي ارتاحي ارتاحي، رح أجيب لك سندويشة. ما بتجي بدي يزن بس، بدي يزن بس. أنا ما عاد فيني على هاي الحركات، بس تجي حسابها عسير. صباح، البنت متأزمة، قدر وضعها. ونحن مين بيقدر وضعنا؟ نحلوا ركبي من رعبتي عليها، هذا تصرف مانو مقبول، انتي مسؤولة عنا بسمة. كيف يعني؟ ليش بقى تربية الأولاد مسؤوليتي لوحدي؟ ما بعرف ما بعرف. لا بتعرف، وهيك قصدك. اهدى صباح، اهدي بسمة، شبكون، خليها تجي وفهموا منا بعدين. يعني كيف بنت سارحة لحالها لهلا بالشوارع؟ الله أعلم وين كانت. إذا متأزمة من قصة يزن ما بحق إلا تعمل فينا هيك، ما بحق إلا. بابا بلكي ما يعرفت شو صاير مع يزن. ليش شو صاير مع يزن؟ شو مخبيين علي؟ لا ولا شيء ولا شيء ولا شيء يمي اللي بتعرفوه، يعني ولا شيء أبدا.
مصحي مو هيك مايا حرام اهلك كرمالي. طيب 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 مايا هيك بتعملي فيني يا امي؟ اسفه يا ماما اسفه امي. اهلين ست الحسن اهلا وسهلا. الساعه 11:30 بدك ابوك ينجلط لحتى تنبسطي؟ بعيدي الشر عنك بابا. صباح. طيب خلصت؟ مساء الخير. اهلين عمو حازم لا تواخذونا كرمال الله بس يعني روحنا براس مناخيرنا. مو مشكله ولا يهمك مقدر مقدر. ارتاحي ارتاحي احكي لنا شو في؟ ليش هيك عملتي؟ ميوش تشربي قهوه حبيبتي؟ شكرا طنط. شو ماما؟ شو حبيبتي؟ بدي روح على امريكا بدي روح لعند يزن. اذا بتحدني بابا اعطيني مصاري بدي انزل بكره على بيروت وبدي اعمل فيزا على امريكا. بدك تلحقي؟ طيب ما هو تركك ومشي خلصينا من هالقصه بقى. لا يزن ما تركني. انتو ما في بقلبكم رحمه؟ لك كرهتوه وظلمتوه ولا كانه كان اقرب واحد لكم؟ مايا ما وعدتيني سكر هالسيره. يزن راح بحال سبيله خلصنا بقى. ما حدا حب غيرك يعني بهالدنيا؟ امي اليوم حكاني ابو ليزن. حكاني ابو ليزن؟ ابو ليزن حكاكي؟ شو بده البيك؟ كيف بتردي عليه بعد اللي عمله معك؟ روقي روقي شوي بس ما روقي. قولي لي بابا شو حكى معك ابو ليزن؟ حكى لي كل شيء صار. يعني عرفتي انه شو سهيل؟ شو صباح؟ شو بكن عم تطلعوا ببعض؟ شو مخبين علي؟ بابا انتو كنتوا بتعرفوا خبيتوا علي؟ يعني بعرف بس بابا اضطريت خبي. وبعدين معكم بقى شو هالاسرار؟ احكولي شو صاير؟ يزن امي يزن صار مشلول. شو؟ نص ميت من كتر التعذيب يا امي. يزن يا حبيبي الحكي صح صباح يا امي فهمتي؟ قول انه كذب. لا مو صحيح ما تصدق مو صحيح مو صحيح مو صحيح